والله فنان والله فنان. في فن وخلاص. ها؟ في فن. لا. ما استنى بس استهدى بالله. أنا لما شفت البطة اللوهة دي تسمى اللوهة يا شباب. أهو. ها؟ وصل. هتطلعها هذه؟ لا أنت هتطلعها إزاي بقى يا ابن عمي؟ لو نروح هناك فجأة مش هنعرف نطلع البطة كده. ما هي بالع يا ابن الحلال كده غلط. تعالى ناخدها هنا. استنيني بقى. خد بس امسك هذه كده عشان. أنت كده هتطلعها هتموت؟ ماشي أوكي. فين نعم الكلام عرفت زيادة على هذيك ضرب عليها فتاك اهو بث مباشر لصيد اللوهة اخونا البش مهندس هشام الجزائري يعني كل شيء يصيد ما شاء الله لا قوة الا بالله ادعوا له بالبركة يا شباب لا ما نطلعها في الجانب عشان حرام نأذيها بدأت تجيب دمها هيطلعها بس هو يجمع الخيوط ونطلعها ليش ما نسحبها بالشبك معك معك اه صح والله انك صح يلا شوف برضو اسحب يا حبيبي بالجزة يلا اجربها لك يلا افتح افتح الجزة افتح بس افتح الجزة افتح الجزة طولها هي بتطول 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 يا بنت هتموتي نفس يلا يلا طلع يا تعال خلي بالك هي خطيرة اه بتعض هذه خراب هذه زي اللي بسم الله بس شلون احنا ما شاء الله بتطير في وشك خلي بالك شكلنا نقطع وخلاص لا نقطع ايه عورتك كده تعض عضتها قوية خلي بالك لو طارت هتطير علينا يعني اوعى تطلعها من الشبكه هذه اوعى تطلعها من الشبكه ايه عضتها قوية لا والله اه جابت دم يا جماعه خلينا نشوف لا بلاش بلاش لا اليوتيوب يزعل مني ما شاء الله عيونها حلوه ما شاء الله ايه زين تعال تعال عطني هذه نقدر نسحبها مني تعال ما المشكله مش في كده طب بس انا عايزين بس الله يرضى عليك قبل لا ان نعمل نستفاد يعني الناس يعني تستفاد فاهم الفكره بسم الله نتعرف عليها عن قرب الله بسم الله ادي ايه الراس ماشي الراس شلك يا ريت الله يبارك لك يا رب هذه من الغاليه قص ولا حاجه ها؟ ايه يعني افضل خلينا نجيب استنى نشوف الفم دي قوي ولا ما ايه ولا عندي والله ما عندي ايه والله فمها قوي والله فهمها او طلع من هنا سامة نشوف فيها لحمة ولا ايه يا ست الكل ليه نعرف نعرف نتعلم يا جماعة قسم بالله صدر لحم محترم لا بس هذا ما ينوكل قدر قدر هذا اسمه اللوه زفرة هذه ايه شوفي كده انت عايز تطلع الميدور صح اه هو هيطلع بس هو ماسك لسانها ولا يستنى لحظة 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 هذا لسانها صح ايوه طيب اه منك انت اه مو السمكة هذه؟ انت من ايوه اهم شيء طالع في التصوير؟ لا مو السمك معك مقص؟ اوكي لوجه الله معلش ليش هي كده هتتأذى؟ ارفع لي ارفع لي ارفع لي لا ايش تبي تسوي؟ خذ سكين بس بسم الله بس يا بنت الناس احنا اهي لا شوف لسانها كده يا جماعه من لسانها جاي من اللسان صح معلش بقى ما عندكش مش هتعرف مش هتعرف تقول ره بعد كده هتكون فرنسيه بط لوها فرنسي ما عندكش كلاب ولا حاجه انت عارف دي نعمل ايه نقلبها من هنا نطلعها من الصوب الثاني صح ايوه الهوي ولا نف عايزين معاك كلابه اجيب القطع اللي عندي يقطع اه هتقطع معلش يا بنت الناس دكاترة احنا والله اكلت هشام الباشمهندس هشام يستاهل كل خير والله العظيم ويا جماعه فعلا سند مدبب شوفي الست الكل شوفي الست الكل شوف يا الله اكبر سن حديد صح الله لا اعتقد ديت بتضرب بسنها دي والله دي حتى سنها انكسر يلا الله يسترها عليها بقى اقطع دي اقطع ايوه عمليه جراحيه اوعى ترفع عيننا يا ابن الحلال
مش هتقدر عليها صح؟ لا مش قادرة؟ نحاول مرة ثانية. مش قادرة صح؟ لا خلاص زين. طيب هل ينفع نحن نموت نموت السندة؟ دي موتة؟ ممكن ايه. سلام سلام يا باش مهندس هشام يا جميل يا جميل ملك الخثاق الباش مهندس هشام. لا العكس العكس خلاص انت برزقك بقى تعبت زيادة على اللزوم. طب ايه الحل الحين؟ زين الحين الحل تخلي بالك نطبها بعيد شبكة ونقطع. لا شبكة ايه؟ ايوه ايوه أظن أنتوا الحين المتابعين قاعدين تقولوا يعني حرام عليك والله العظيم أنتوا لو مكاننا شيء صعب كده كده صح؟ لو طارت منا يا جماعة الله يسترها علينا. بس أهو أهو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بس مهندس هشام. يلا يا جماعة والله 2 كيلو بط ها نذبح ونشوي. بسم الله بسم الله مع السلامة سلامة. والله انك فنان التصوير ربي يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. عايشة مية مية. اه صح يندمل مع الوقت صح. فقط كل جديد على قناة الصيد العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.